السلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بصحه جيده يا ربي، وتعيدوا تعودوا بالصحه والسلامه. واللي داز عنده العيد اليوم مبروك عيدكم، واللي مازال حتى الغدا ان شاء الله الناس ديال المغرب كنقول لكم مبروك العيد مسبقا، والله يدخل لكم بصحه وسلامه. اليوم البنات غادي نوريكم استعدادات العيد، هذا نهار قبل هذه الليله ديال العيد. هنا البنات غادي نشارك معكم غير واحد الماسك اللي كيكون غزال 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 بزاف، وما كرهتكمش البنات تجربوه، اللي هو العرعار. البنات هنا عندي العرعار، خديته وطحنته، كنديرو مع الياغورت الطبيعي. خديت غير معلقه كبيره على حسب الوجه ديالي انا بوحدي، ومعلقه من الياغورت الطبيعي، وكتخلطوهم وكديرهم واحد 20 دقيقه، خليهم حتى كينشف، حتى كيبان لكم راه نشف هذاك الماسك على الوجه، وغسلوه. الصراحه صراحه البنات النتيجه روعه 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 بزاف بزاف بزاف، كنتمناكم تجربوا. ومازال ان شاء الله غادي نخلي لكم في غادي ندير واحد لا فيديو هكا، تكون الوصفه تكون موضحه بزاف، ونوريكم كيفاش كنابليكي على الوجه ديالي وداكشي. هنايا راه ما عنديش الوقت البنات، داكشي علاش كنخلي 20 دقيقه كما صافي. من بعد 20 دقيقه كنغسلو بالماء بارد وصافي، وكندهن الوجه ديالي كنضغطيه. هنايا كيف ما كيبان لكم البنات ديالي مشاو عند صاحبتي نقشات ليهم، ها هما نقشو جاو. ضروري من الحنه يا البنات، انا ما عرفتش واش حتى بناتكم البنات بناتي كيحماقوا على شي حاجه سميتها الحنه، يعني فين ما كيكون شي عيد ضروري مساكن كيبغيو ديك الحنه، وكيبغيو حتى هما ولو هنايا وداكشي كيخلقوا دوك، باغي نتوما دوك الاجواء بحال ديال البلاد. تما خصم الحنه، خصم يلبسوا شي قفيطين ولا شي حاجه. الا كنتو بحالي البنات خلوها لي في لي كومونتير. كيف ما قلت لكم البنات غادي تدوزوا معايا بحال ليله العيد والنهار ديال العيد البنات، والغد ديال العيد نوريكم الاجواء كيفاش دازت. هنايا صاحبتي مسكينه حتى انا مشيت عندها كتنقش لي هنايا، راه تل 11:30 ديال الليله البنات، حنا مازال كنقشوا. كنقول لك سميه شكرا 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 لك بزاف، لان مسكينه كتاخذ من الوقت ديالها، من الوقت ديال وليداتها، وكدير الخاطر لاي واحد. ما شاء الله كنقول لها شكرا شكرا شكرا، الله يعطيك الصحه يحسك الحبيبه ديالي. صافي هنا مسكينه نقشات لي بالزربه، صافي هنايا انا هني رجعت للدار ناقشه، زعما خليتها حتى كرمات وحيدتها، جات زوينه. الحناني والقلب هاني البنات، ها كنبغيو نخلقوا ديك الاجواء ديال العيد، وصافي نخلقوا ديك الفرحه غير بوحدنا. واخا راك كتعرفوا العام اللي فات انا دوزت مع العائله ديالي كان زوين بزاف، والحمد لله حتى هاد العام مع بنياتي الحمد لله. في اشنو غادي ديروا؟ اشنو غادي ديروا؟ بابا فغدي بغات لي ديكولي. هاي هاي هاي، وديروا لماما واحد، وديروا البيبي واحد. يلا باز، اش نقولوا؟ مبروك العيد. مبروك العيد à tout le monde. Abonnez à vous à la chaîne de ma mère, c'est bien. هنا البنات راه 6 ديال العشيه، كنا فاهمين مع الجزار باش انه غادي يجيبوا لينا مع الثلاثه، ولكن للاسف عيط واعتذر قال لك راه البطوار ما غادي يكملوا حتى ل6، يعني دابا راه 6 ديال العشيه البنات، عاد باش غادي يجينا الحولي. ايوا واش غادي نديروا؟ نصبروا، اللي بغى يطبق السنة يصبر. وواحد الجو ما نعاودش ليكم، الصباح كان الجو زوين البنات، ديال زعما ديال كنت انا ناويه باغي نخرج على برا الجريده، وحطيت الباربيكيو تماك باش غادي نشوي تما، ولكن ما سهلش الله. صافي غير وصلت ديك الربع ديال العشيه، بدات الشتاء خيط من السماء، يعني ما نعاودش ليكم راه كيف ما كيبان ليكم كتصب كتصب بالبيا. صافي غادي نمشيو دابا ان شاء الله باش نجيبو الحولي ديالي، يا ربي غير ما نتعطلوش اكثر من هكا، لان فعلا لقاو البنات كيتسناو ماما امتى غادي يجي الحولي امتى غادي يجي الحولي. ها واش غادي نديرو البنات؟ هذه هي الغربه، الانسان كيصبر وصافي. يلا بقاو معايا البنات، اللي درتها نتوما معايا. هو البنات تقريبا شي 10 دقائق كنتسناوها، واحد باش يمكن هو انا على ما بان ليا واقيلا هو زعما يمكن هو هذا، ولا ما عرفتش والله ما عرفتش واش هما جابوا الحواله ولا لا.
وين نورمال ما غادي يقاري هنايا صافي البنات هنا رحنا رجعنا للدار هنا راجلي شعل الفاخر صافي غادي نشعل الشوايه دابا البنات اش غادي نقول لكم راه 7 ديال الليل هاي الدوار البنات صافا ما بيهاش الدواره ديالهم كبيره ماشي صغيره عجبتني انا ولا البنات يلاه جبناه 7 ديال العشيه دابا هي هادي غادي نحاول دابا نشوي البنات غير الكبده وهذا حتى الغدا صافا البنات كما قلت لكم هنايا ها هو سبحان الله غير صغار ما كبرش البنات هاد الحواله ديال هنايا شوف قسمتو على جوج قال واش نقطعوه لك مرصوات قلت لهم لا قطعوا لي غير على جوج صافي وجبتو نخليه حتى الغدا على ما ينشف توا كيقول لكم الاحسن حتى ينشف عاد باش هو ما عجبوش ماشي هو اللي ما عجبوش انا ما عجبنيش الحال البنات كما قلت لكم قبيله وضحت لكم في الفيديو ولكن هذاك القزار حاول مسكين يهضر معايا مزيان فهمني بشويه بشويه وفي الاخر قال لي خذي شربي شي حاجه باش انا ما نتقلق ما والو قال لي بغيتك تمشي من هنا ضاحكه زعما اليوم عيد قلت له واش كاين شي عيد مع 7 ديال الليل راه صافي اش من عيد بقى كيقول لي واه خاصنا نطبقوا السنه واش انا نجيبوا لك بيت ونقول لك ها هو راه مذبوح اليوم قالك زعما حنا كنحرصوا كثر على السنه نطبقوا السنه قلنا ها هي ما كاين مشكل هذا العام داز باش ما عطل الله ماشي مشكل صافي البنات هنا غادي نشوفوا هاد الكبده راني كنوريكم البنات داكشي بلا زواق بلا والو راه على الطبيعه ديالو صافي غادي نشوي هنا الكبده للبنات و ايوا قلنا دايزين نشحر داك ضربتي داك قلنا نشحر شي بريلي ديالها حتى فوق من الفاخر شحال هذه ما درنا هاد القضيه هادي العام اللي فات البنات دوزت مع الوالده ديالي الا كنتو انتريسي بغيتو تشوفوا لا فيديو اللي درت العام اللي فات راه كاينه البنات نخلي لكم الرابط ديالو دخلوا شوفوه دوزت مع الميمه الكبيره كنوجه لها تحيه كبيره من هنا نقول حبيبه لاله خطك عليا راني بلا بك راني وحل تما عار شوفوا بولفاف اليوم شحال نشوفوا بولفاف فين هيخرج اعطيني خويا الموس صغير عفاك شوفت الفيفا ديالي البنات ما ضحكوش ها هادي اللي مضحكاني هي بولفاف مع 7 الليل ها البنات شوفوا اوروبا شوفوا برا غير شويه هكا باش كتعطي ديك تاع الناس ما وصافي داك المذاق ديالها عرفتي البنات هاد الشحيمه منين دبرت عليها هذا ما جبتهاش مع الحولي كاع ما عطاها ليا هادي باناتني باس سميه صاحبتي مسكينه كيما جيت كنقلب ما بانش لي في الميكا ما بانتش لي هاد الشحمه ديال بولفاف عيطت لها مسكينه في التليفون قلت لها سميه اش باقا عندك شي شحيمه قالت لي باقا عندي هاكي نعطيها سميه لالا خطك علينا
ها شوف البنات كلشي على الرابط، قلت لكم هذا الرابط شحال عنده منام، قد قد منام بنتي عنده 14 عام. جبتو من لي الله، جيت اول مره لهنا يلاه جيت لفرنسا جبتو معايا هذا الرابط راه باقي شاب رقادي الغرض. بناتي مال البلوغ راه طبيعي 100% خلينا على الطبيعه ديالنا، داك الضحك اللي رانا كضحكوا حنا كنتشاركوا معاكم، وهذو هما الاجواء ديال العيد. ها هو حبيبه ديالي مارا، ما حنا غادي نكملوا سالي خويا. نعم زوين العيد هنايا اما احسن هنا ولا في المغرب؟ المغرب او ماغوك. بنات هاد الريوس هذا واحد ديالنا وواحد ديال واحد الولد، قالك يمكن واش ما مزوجش ولا ما عرفت ولا مرته ما بغاتش الراس، قال لي دار عندي، قال لي اختي واش بغيتي؟ قلت له وي، قال لي هاكي خوضي واش بقى جيبي جوج ريوس وجيه. والكرعين البنات ما كيعطيوش، قال لك ما كيعطيوش الكرعين، ما عطاهمش ليا، قال لك ما كيعطيوهمش. غدا ان شاء الله هذا باش نشوطهم هذا. صافي البنات الحولي هو هذا، كنتمنى ليه يقطعوا لينا على جوج. قسمناه هكا بالطول باش يجيني ساهل على ما ينشف، وداك الشيء يجيني ساهل في التقطاع. صافي هو هذا، نخليه هنايا ليله كامله نغطيه بشي ايزار ولا شي حاجه، نخليه ينشف حتى الغدا عاد باش نقطعه. ورا البنات الفلوق ديالي كيتسالى هنايا، غدا ان شاء الله ثاني نوريكم الجزء الثاني ثاني كيفاش غادي نقدو، كيفاش غادي ندير القديد، كيفاش غنقطعو داكشي. يلاه بالسلامه عليكم البنات، غدا ان شاء الله.